أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ لا يتنافى طلب العلم مع الجهاد في سبيل الله. تطلب العلم في الفرص المتاحة لك، وإذا حان الجهاد في سبيل الله وأنت من أهل الجهاد فتجاهد في سبيل الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في حديث سلمة بن الأكوع، في حديث يجب أن تعرفوا أن الجهاد في سبيل الله ما هو بكل من كل يأمر بالجهاد وكل، لا، الجهاد من خصائص إمام المسلمين العام، أما الجماعات وأما الأحزاب فليس لها جهاد، هذه فتنة ما هي بجهاد هذه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.